ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر هل رأيت الامن والراحة الا في الحذائر، فاشارت سيدة للدود عبس في المحاذر ثم قالت ايها السائل اني لست ادري، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقاضي كما يفترقان، افهذا منتهى الامر؟ فقالت لست ادري ايها القضاء تكلم واخبريني يا رمام هل ترى احلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لست ادري. ولماذا لست ادري؟